10 الضحايا والمصابين، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة، والحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار جهود الإنقاذ جراء الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان. وعلى الرغم من تراجع المخاوف من وقوع موجات تسونامي يمكن أن تهدد سواحل اليابان وروسيا وشبه الجزيرة الكورية، إلا أنه تم تسجيل 10 الهزات الارتدادية، فيما حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن هناك احتمالاً يتراوح بين 10 إلى 20% لوقوع زلزال آخر بنفس الحجم خلال الأيام المقبلة، وفي أكثر المناطق تضرراً بشبه جزيرة نوتو في وسط اليابان. يسابق رجال الأنقاذ الوقت للعثور على الناجين، بينما أتى حريق كبير على جزء من مركز مدينة واجايما بشمال شبه الجزيرة. وغداة الزلزال يتبين حجم الدمار الذي عم مناطق عدة مع المنازل القديمة والمباني المنهارة والطرق المتصدعة وقوارب الصيد المنقلبة أو العالقة والدخان المنبعث وسط أنقاض مشتعلة. وللتعامل مع هكذا وضع أشارت الحكومة إلى وصول تعزيزات قوامها 1000 جندي من قوات الدفاع الذاتي وأكثر من 2000 عنصر إطفاء ونحو 630 شرطياً إلى المناطق المنكوبة، فيما تم إلغاء التحية العلنية التقليدية لإمبراطور اليابان ناروهيتو وعائلته بمناسبة العام الجديد. وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة حزم النار في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وتمتد في جنوب شرق آسيا وإلى حوض المحيط الهادئ، إلا أن هذا الزلزال يعد الأقوى الذي يضرب البلاد بعد زلزال مارس 2011 والذي تراوحت قوته بين 7.6 و 9 درجات، وتسبب في مقتل ما يقرب من 20,000 شخص وانهيارات في فوكوشيما، مما أدى إلى أسوأ كارثة نووية في العالم منذ تشيرنوبيل.